انا هو انا هو انا هو انا هو. تلاقوني في البر تلاقوني في البحر، وبطير وبطير في الجو. بحكي حكاية للأيام فيها محبة وخير وسلام. يعني يا ولدي فيها نصيحة؟ طبعا طبعا. فيها معاني وعبرة فصيحة؟ طبعا طبعا. والله 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 الخير موجود، خير بلادي بلادي، خير بلادي ما له حدود. منبعها سلام، تقول للشر دربك مسدود دربك مسدود. أرض الإسلام منبعها سلام، تقول للشر دربك مسدود دربك مسدود. يعني يا بابا الشر موجود، يعني يا بابا الشر موجود. ولا يا بابا ولا يا بابا الخير محدود. احكي يا بابا احنا سامعين، احكي يا بابا احنا سامعين. احنا يا بابا احنا يا بابا منتظرين. تعالوا نبدأ المشوار بعزم وقوة وبإصرار، ونخلي الحب أغلى شعار، ونخلي الحب أغلى شعار. آسف يا جماعة، بصراحة أنا ما أقدر أتمم التعاقد مع أي واحد فيكم، لأنه أنتم عارفين الضمير العلمي يمنعني أن أنا أسوي التعاقد ده ما دام أنه الدواء ده ما نجح البني آدمين بنسبة 100%. أيوه، بس التجربة نجحت والعالم كله شاف نجاحها على التلفزيون. يا أستاذي، مو معنى نجاح التجربة على البقر أنها ممكن تنجح على البني آدمين. وبعدين دي بقر والتانيين بشر، صحيح الاختلاف بينهم حرف واحد، لكن الاختلاف الكيميائي ما بين الجسمين اختلاف كبير جدا. طيب احنا ما نقدر نعمل اتفاق مبدئي، بعدين لما تكتمل التجارب ان شاء الله نكمل الاتفاق. في الحالة هذه بتهيال ممكن، ولا ايه يا دكتور شديد؟ لا يا عيد، بصراحة انا ما اقدر اوافق على بيع الدواء هذا الا لما ينجح بنسبة 100% على البني آدمين. وانا ممكن اجيب لك متطوعين from تايلاند، اندونيسيا ولا فيليبين كده. يا مستر لونج ولا بينج بونج انت ولا ايش اسمك؟ انا ما بجرب على سيارات علشان تجيب لي قطع غيار. هذه هدول بني آدمين، والبني آدمين هدول لهم برضو احترامهم وكيانهم. بصراحه الموضوع ما هو سهل بالشكل اللي انت بتتكلم عليه ده. انا يا دكتور مستعد اضحي بنفسي عشان العلم والله.
أنا طبعاً أشكر لك التضحية الكبيرة هذه يا دكتور مدهش، لكن أنت مقدر خطورة الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طبعاً مقدر يا دكتور، وعارف الكلام اللي بقوله يا دكتور، ومستعد يعني أضحي عشان خاطر البشرية وعشان خاطر العالم، وعشان كمان يا دكتور أهم شيء إنه أثبت نجاح اختراعك للعالم كله. والله ممتاز، ما دام لقينا المتطور اللي نقيم عليه التجارب، يلا خلينا نمضي العقد. لا انا بصراحه ما اقدر امضي العقد الحين الا اتاكد انه الدواء هذا راح ينجح بنسبه 100% على البني ادمين. هذا ضمير العلمي يا جماعه. انا اسف، وصدقوني الدواء ان شاء الله ما راح يخرج عن المجموعه اللي قدامي. اذا على كده نستاذن احنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. جود باي جود باي جود باي. خليكم راهم عيد. طيب وصلهم. طيب تفضل يا جماعه. ايش اللي سويته ده؟ انا عارف انت زعلان وعارف ايش بتقول، راح افهمك على كل شيء في غرفتنا. يلا يلا. يعني انت موافق يا بابا فرحان؟ من حيث المبدا انا شايف انه مشروع معقول جدا، لكن المبلغ اللي انتوا طالبينه اني انا اشارك فيه كتير يا جماعه كتير. يا بابا فرحان، ايش يعني انك تدفع 7 ملايين ريال؟ 700 مقابل الارض اللي بيشاكك فيها فؤاد. انكل فؤاد لو سمحت. عم فؤاد راح يشاكك بالارض ويدخلك شريك النص بالنص 50-50. ايوه يا جماعه، بس المبلغ البسيط هذا اللي انتوا بتقولوا عليه تقريبا 90% من راس مال الشركه. يا بابا فرحان، يا بابا فرحان، انت نسيت انه الارباح مضمونه مع الوقت باذن الله. وانت تايم. طيب عندكم مانع لو شفت الارض هذه انا على الطبيعه؟ الله يهديك يا بابا فرحان، طبعا ما عندنا مانع، ولو تبغى تشوف الارض الان امشي معانا. يلا خلاص. اذا انتم ما يعطلكم الحاجه هذه نتوكل على الله. ابدا ابدا يا بابا فرحان، توكلنا على الله. احنا عندنا غير هالمشروع يعني، ونحن نبغاك يا بابا فرحان تدخل المشروع هذا وانت مطمن باذن الله تعالى. طيب هي يلا. عن اذنكم عن اذنكم خلينا نشوف التلفون. تفضل روح. الو، ايوه يا ابويا، خير؟ ايش في فرحان؟ انا بكلمك عشان بدي اقول لك انه اللي اسمها ام الخير هادي لازم تسيب البيت، يعني لازم. طيب ممكن ناجل هذا الموضوع لحد ما اجي يا ابويا؟ انا بكلمك عشان تقول لي ناجل الموضوع؟ كيف الكلام حقك هذا يا ولدي؟ بصراحه انا ما عاد صار لي حيل استحمل غباوتها. امس سابت الطاقة مفتوحة، والفيديو كمان مفتوح، وتصربعت ونامت على الأرض. اليوم كمان كبت علي العصير وعدمت لي ملابسي. ها لها جلسة دي في البيت بعد كده ولا لا؟ يا بويا يا بويا، بس أنا مشغول دحين ونازل أشوف مشروع جديد ومعايا ناس. خلاص لا تعب نفسك أبويا، روح شوف شغلك، بس لا تلومني بعد كده لما تيجي هنا البيت وما تلاقي أم الخير. يا بويا أرجوك أرجوك علشان خاطري أنا، استحملها بس لغاية ما أجي، وبعدين حنسوي شيء اللي أنت تبغاه. ها اتفقنا؟ أوه أستغفر الله العظيم. حاضر، أمرك يا فرحان، كله عشان خاطرك أنت بس. بس هناك شرط لازم تفهمه، أنت لما تيجي من هنا أم الخير تروح من هنا على طول. حاضر يا أبويا حاضر. مع السلامة. مع السلامة. أنا آسف يا جماعة. هيا تفضلوا نشوف الأرض. تفضل. تفضل يا بابا فرحان. تفضل يا عم فؤاد. تفضل تفضل. تقدر تقول لي يا صقر إيش كان قصدك اليوم إنه نسوي التجربة عليك؟ فكرة وطلعت في دماغي يا نصر، قلت ليش ما نجربها ونشوف نتيجتها سوا. وإيش الفكرة هذه؟ حنبدأ خطتنا يا نصر بإني أنا قدام الناس حاخد الدواء، وحتكون بداية التجربة عليا. وبعدين؟ وبعدين نثبت للعالم وللناس إنه دواء الدكتور شديد فشل وما يصلح للاستخدام الآدمي. كيف؟ عقاب يا عقاب. دكتور شديد،
شديد. برافو عليك، برافو عليك يا صقر، فكرة لا تقدر بثمن. تلميذك الصغير يا نسر. بيني وبينك أنا أول ما جلست مع رجال الأعمال هذول فكرت كده أن أنا أنصب عليهم وقلت هم المكسب القريب أفضل من المكسب البعيد، بس بعدين رجعت وقلت لا، لو الدكتور شديد نجح إنه يوصل للاختراع ده وقتها راح نملك العالم كله. أهو ده أكبر صح يا نسر. وانت لو مو ذهنك صاحي وبتفكر بالشكل السليم ده انا ما ارضى اخليك دراع اليمين يا صقر. الو، ايوه يا بومة، ايوه يا عم بومة، تفضل. طيب بومة. ايوه بومة، ايش في؟ ها دكتور شديد ايش سوى؟ وصل شيء؟ ايش؟ وانت فين كنت يا بومة؟ طيب روح عند اهلي الغبي ده، الغبي اللي اسمه عقاب ضرب شديد وكان راح يموته. اوه وبعدين مع عقاب ده؟ انا عارف، ايوه عقاب، وبعدين معاك مالك شغل انت تنفذ اللي يقول لك عليه بومة وبس، بلاش افكارك النيرة دي الله يخليك. ما ابغى اسمع انه بومة اشتكى منك، وما في مع السلامة. يلا انا عارف انه فشل خطتنا ده حيكون بسبب الغبي اللي اسمه عقاب. ايش كنت غير اسوي بس؟ انا فضلت واقف ورا القزاز ساعة اثنين ثلاثة وما في فايدة، الراجل رايح جاي رايح جاي كأنه بلدول ساعة ويهز دماغه رايح جاي بيطول فوق وبيطول تحت، جنني. فكرت ايش اسوي مع البني ادم هذا؟ ما لقيت الا حل واحد علشان يفكر بسرعة، اني اخبط على دماغه ويخلصني ويفكر. يا سلام، تخبط على دماغه عشان يفكر بسرعة يا عقاب ولا يموت بسرعة؟ يا ريت ما تكون خلصني وارتعت. أحمد ربك، أحمد ربك إنه ما صار له شيء، لأنه لو صار له شيء ولا فقد الذاكرة نسر عمره ما راح يسامحك وراح ينتقم منك أشد انتقام. يعني فكرة نسر يعني سابني ما هو هدلني في التليفون وهزقني. عموما نعتبر هذا درس لك عشان ما تخالف التعليمات تاني، واعمل حسابك يا عقاب، اي طرديه يطلبها الدكتور شديد راح تقدمها له بدون اي اعتراض، مفهوم؟ ايش هذه؟ ما هي تعليماتي انا، تعليمات نسر. ولا انت ناوي تخالف التعليمات مره ثانيه؟ اظن مفهوم يا عقاب. مستحيل اسامح او اغفر او اسوي اي شيء، انا الدكتور شديد مسرور سرحان، انضرب على راسي وظهري. معليش يا دكتور. احنا اسفين. عقاب كان بيحاول يساعدك بس فهمه على قده. يعني ايش المطلوب مني دحين؟ المطلوب منك انك تقبل اعتذاري وترجع لشغلك وعبقريتك تاني مره. لا 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 لا، مستحيل، انا دكتور شديد مسرور سرحان، تبغاني ارجع للشغل حقكم مره ثانيه؟ مستحيل اسوي لكم اي شيء الا لما عقاب يجي ويعتذر مني شخصيا. دكتور يا دكتور لا تكبر الموضوع، احنا ما عندنا وقت نضيعه في الامور البسيطه هذه. ايش بسيطه؟ ضرب الدكتور شديد مسرور سرحان اشهر عالم كيمياء في العالم تعتبر امور بسيطه؟ دكتور يعني انت مصر على رايك؟ ايوه طبعا مصر. ايش اقول؟ طيب امري لله. ايوه طيب امرك لله. اكلم عقاب. ايوه اكلمه يجي يعتذر لي. يا رب ما يجي، شكله يخوف بصراحه. مستحيل طبعا، مستحيل انه عقاب بعد كل اللي سواه انه يعتذر لواحد زي شديد هذا.
اسمع الكلام يا عقاب. اقول لك قل لي احمد ربنا ان انا ما كسرت دماغه. دعنا واقول منه قهر. انا لو بيدي ان اكل باسناني مو اضربه بس. وبعدين معك يا عقاب. يا عقاب لا تكبر الموضوع لاحسن يوصل لنسر، افهمني. والله انه لو نسر كان مكاننا ما كان قدر انه يستحمل اللي احنا استحملناه. عقاب اسمع كلامي يا عقاب، بلاش نضيع الوقت في كلام فاضي، احنا في حاجة الوقت هذا كله. بصراحة ابوما انا ما اقدر اعتذر لبني ادم زي ده، انا ما اطيقه وكمان تبغاني اسلم على راسه، لا كده كتير 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 مرة ابوما. خلاص خلاص يا سيدي، لا تبوس راسه، سوي نفسك انك بتبوس راسه، واذا كان مخه صغير يا اخي زي الاطفال كبر انت مخك. احنا ما انا محتاجين منه بس غير الاختراع، الاختراع ده وبس، وبعد كده فيش غلك نموته. اذا كان كده انا مو اسلم على راسه بس، لا انا اسلم على يده وعلى راسه واخذ بخاطره واترجى انه يسامحني، وده الهدف واحد بس، انه في الاخير يموت. دكتور مين انت؟ بوما. ايش عرفت انت بوما؟ شوفني يا دكتور. مستحيل مستحيل ارجع اشتغل مره ثانيه الا لما يجي يعتذر لي. دكتور عقاب وافق انه يجي يعتذر لك. اذا وافق يا عقاب. لا بس اسمع عقاب، تعال يا عقاب. اسمعني انا اسف انا اسف على كل اللي حصل مني في هذا، انا خايف يكون ظهري وجع ايدك، معلش لا تزعل مني. ها لا انا اسف. خلاص ما انت سامع، انا تاسفت له واعتذرت له. فيك الخير يا عقاب. سامع انت؟ خلاص 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 انا تاسفت له. دكتور ايوه، يعني اطمن نسر انك انت ترجع تشتغل تاني على طول؟ ارجع اشتغل تاني، انا اصلا شغال دحين، بس انتوا المعطلين. الله يهديكم الله يهديكم، انا شغال دحين، انا شغال شغال. مسكين. ما شاء الله يا بابا فرحان، ما قلت لي كيف شايف المساحة حقت الأرض؟ كبيرة كبيرة ما شاء الله. والموقع إن شاء الله يكون عجبك. بس الحقيقة أنا ما كنت متصور إني رايح ألاقيه بهذا التميز. شوف يا بابا فرحان، عشان تعرف إنه عم فؤاد خصك بمشروع الشركات الثانية يتمنوا إنه يحلموا إنهم يشاركوا عم فؤاد فيه. بالشكل هذا ممكن يكون مضمون 100% إن شاء الله. ما دام انت مقتنع يا بابا فرحان، ممكن تقول لي متى رايحين ننهي الاتفاق ونوقع على العقود؟ بس انا محتاج لمهله صغيره. ليش؟ انا صحيح راس مالي 7 مليون او اكثر، ولكن كل المبلغ هو دحين ما هو موجود معايا، لانه في مشاريع من الشركه لسه ما انتهت. يعني انت كم يلزمك من الوقت عشان تكمل المبلغ؟ يعني مو أقل من شهر ونص. بسيطة يا بابا فرحان، خوفتني، أنا كنت أحسبك حتقول لي سنة ولا سنتين ولا سنين. على العموم يا بابا فرحان، الفترة هذه إن شاء الله نحن حنكون على اتصال مع بعض علشان نكمل ونتشاور في خطوات المشروع إن شاء الله. على بركة الله على بركة الله. تفضل تفضل يا بابا فرحان. تفضل. كيف تبغاني اهدى؟ الناس جولوا عشان يدفعوا له الفلوس، يقول لهم انا ما جربت الدواء. اي الدكتور شديد ما غلط وكلامه صحيح، لانه سلامه الناس اهم من المكاسب الماديه اللي راح يكسبها من بيع الدواء. يا اخي انا ما قلت شيء يا سعيد، بالعكس انا مستعد انه يجرب علي الدواء انا شخصيا، على الاقل اتعاقد معاه واخذ جزء من اجره. انت عارف ايش عيبك يا عيد؟ عيبك انك دائما مستعجل وتبغى كل حاجه بسرعه وبدون صبر. يا اخي تبغاني اقعد استنى
الكلام هذا في التلفون. أم الخير تمشي من البيت هذا وما لها جلود هنا نهائيا. يا أبويا العصبية هذه اللي أنت فيها ما تحل الموضوع، لازم نتناقش بهدوء. نتناقش إيش يا ولدي؟ هي ما فيها مفاهمة. أم الخير دي جابت لي البلا، جابت لي الحين بتري في رجولي. أنا صرت بصراحة ما أرتاح في البيت ده ولا آخذ راحتي. تمشي من هنا يعني تمشي من هنا. خلاص يا بابا بلعان، أنا راح أنا راح أريحكم مني بطاطس. استنى يا أم الخير. حجي تستنى وتستنى ليه يا ولد يا فرحان؟ يلا أم الخير يلا مع السلامة. استنى يا أم الخير، أنا كمان راح أروح معاك يا أم الخير. إيش هذا؟ أنت كمان يا سمورة؟ مالي خطر عندكم ولا ايش؟ فهمني بس يا بابا فرحان ايش الحكايه؟ ابدا ابدا يا دكتور، هو خلاف بسيط بين ام الخير وجده سرحان، ما تعرف كيف هذا الخلاف كان صغير وصار كبير. انا فاهمك يا ولدي، الموضوع ده من زمان كبير، من زمان زمان، بس الحين الموضوع اختلف، اصل انا كنت بعدي المواضيع بمزاجي، انما الان لا وان لا. ليه بس لا يا جده سرحان؟ ايش يعني لما ام الخير وسموره يطلعوا في قلب جده سرحان الكبير؟ وايش فيها لما ام الخير تغلط؟ نحن كلنا عارفين انها خارجه من تعب. تعب ايه يا ولدي الله يهديك؟ شوف صحتها زي النجوان، من ما تسن ولا تسن واكبر على شيطانها، الدنيا كلها عارفه انها خفت وصارت طيبه. لا 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 انا لسه تعبانه، حتى اصل الدكتور مو انا لسه بشوف اسمع خيالات خيالات يا ام الخير. ايوه بتشوف خيالات صحيح يا جده سرحان، ام الخير حاليا هي فتره النقاهه وان شاء الله محتاجه مده علشان تطيب، فعشان خاطر يا جده سرحان يا ريت يعني تسامحها المره هذه عشان خاطر الدكتور شديد. خلاص خلاص يا ابويا سامحها المره هذه كمان. اه يا جده مات انا حسامحها المره هذه، لكن ما بدي احلف واقول ولا بلاش احلف. ام الخير لو غلطت مره ثانيه غلطه لو كانت في كده صغيره ما هخليها في البيت ولا ربع الغلطه هذه. مفهوم؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا 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 يا ام الخير انت سموره على المطبخ بسرعه. لا لا انا رايح اخش المطبخ يا بابا بلعان، بس برضه لازم تعرف ان انا لسه تعبان عشان جد طردني. يا ام الخير ما في داعي للكلام هذا، احنا ما نصدق على الله انه جيت رد عنك. يلا يلا يلا. معليش يا بابا فرحان، ام الخير هي فعلا انسانه طيبه بس هي اللي شويه عصبيه. صحيح صحيح. اما قول لي انت يا بابا فرحان، انت فين طول المده هذه؟ ابدا ابدا، هو في مشروع كده كبير بملايين كنت ادرسه وانشغلت اليوم في مشاهده الارض على الطبيعه. الف مبروك، هذا شكله مشروع كبير جدا. مدينه ملاهي، مدينه ملاهي كبيره على احدث طراز. ما شاء الله صراحه مشروع حلو للاطفال. ايوه والمشروع هذا شفت له الارض حوالي 8000 متر مربع. ارض كبيره وممتازه، فين الارض هذه؟ الأرض هذه بجنب أرضنا اللي في أبحر الشمالية تطل على البحر هناك. إيش؟ شيء غريب. وإيش الغريب فيها يا شديد؟ أنا المعلومات اللي عندي يا بابا فرحان إن الأرض اللي جنب أرضك اللي في أبحر الشمالية هذه ملك الدولة. ملك الدولة؟ إيوه. وأنت أنت كيف عرفت الموضوع هذا؟ أنا سمعت هو مين شريكك؟ شريكي اسمه فؤاد بركة صاحب شركة مقاولات. على العموم يا بابا فرحان انت ما حتخسر شيء لو رحت البلدية وسألت هناك اذا كانت الارض هذه ملك الدولة ولا لا.
احسنت يا دكتور مدهش. شكرا يا بابا فرحان، يعني ما في داعي للتصفيق والهتاف، يعني انا ما عملت غير الواجب. لا بالعكس يا دكتور، هذا المخابر اللي انت سويتها دليل على نبلك. يا واد يا واد، المهم ما يصير له شيء. ان شاء الله ان شاء الله جده ما يصير له شيء، وهي ام الخير قدامك طيبه وما فيها شيء. يعني تمثل الراجل بالبعيده هذيك، هذيك يأثر فيها دواء ولا يأثر فيها شيء؟ هي تحس اساسا؟ اسالوني انا. دكتور مدهش. نعم. انا من رايي يعني دكتور مدهش تروح ترتاح شويه. انا هنا دكتور، تروح ترتاح شويه عشان الدواء ده له تاثير على طول اول ما تشربه. ايه فعلا فعلا، حتى انا راسس حاسس انه يعني دماغي كده بدور وتعبان تعبان تعبان فعلا تعبان. طب خذوا عيد. تعال معايا انا سهل. هيا اطلع فوق. يلا يلا شوي كمان. طيب شويش بس. تصبح على خير. هيا هيا. وانتم بنعلوا، مع السلامة. مع السلامة. بشويش عليهم وانتم طالعين الدرج. وهذه جلسة. مسكين، انا خايف عليه الدكتور مدهش. استريح استريح يا بابا فرحان. تفضل تفضل. قول يا بابا فرحان، ما حتروح تكمل دراسة مشروعك؟ في الحقيقة هو ما يحتاج أي دراسة، خصوصا بعد الكلام اللي أنت قلت لي عليه. اعذرني يا عمي، أنا كان قصدي النصيحة وبس يعني. تعرف يا دكتور، هذه أول مرة تتكلم معايا فيها غير العلم. لا أبو فرحان، أنا يعني أنا أساسا بفهم حاجات كتير، بس يعني ما كان حد بيسألني إذا كنت بفهم في أشياء تانية غير العلم ولا لا. لكن لما بتيجي مناسبة بتكلم. تعرف يا دكتور، الغريب اني انا كنت مستريح هذا اللي اسمه فؤاد، ما كنت اتوقع ابدا انه ممكن يكون نصاب. هو على فكره بقى فرحان، احنا الى الان ما اثبتنا انه هو نصاب او غلط في اي حاجه، احنا بنقول نشوف، واذا يعني الحقائق كلها اتضحت انه هو نصاب وقتها لازم تاخذ حذرك منه. معك حق معك حق. فرحان. ايوه يا ابويا. يا فرحان. نعم. تعال يا ولدي تعال. ايش فيه؟ شوف هذا ايش بدا. تعال. لا 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 سيبه انت يا جدو سرحان، انا حاجي العب معاك يا جدو. نعم. انت تعرف الكمبيوتر يا ولد ولا تاري؟ ايوه طبعا بعرف، كيف ما اعرف. روح انت يا فرحان، روح شوف شغلك انت. طيب عن اذنكم. تفضل. تصبحوا على خير. وانت من اهله. ها يا جدو، قول يا جدو. ها. انت راح تبدا باي لعبه الاول؟ ابغى لعبه هذه لا اسمها قلقه قلقه كده، حق حرب صواريخ. ايش اسمها؟ قلقة. احنا ناقصين قلقة يا جدو. طب 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 يا جدو، واضح واضح ان انت لعيب، مش وش علي وانت بتلعب. ها عشان انا مو حريف كتير يعني. ايوه طيب. شوف شوف. ايوه هادي قلقة، شوف هادي نمرة 10 دي، شوفها. ايوه دي قلقة صح. قلقة يس قلقة صح. قلقة صح صح قلقة قلقة. ايوه اصل انا زمان كنت العب بالصواريخ يعني وانا صغير، ارميهم الحجاج. ترمي الصواريخ اللي في التلفزيون بالحجار؟ لا يا ولدي. ها. في الحقيقة. ترمي الصواريخ اللي في الحقيقة بالحجار؟ ايوه. طيب العب قلق يا جد العب. طيب. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا أبغى خدمة من قسم المساحة. تحت أمرك. في أرض مساحتها 8000 متر مربع في أبحر الشمالية تطل على البحر. كنت أبغى أتأكد بس، هل هذه ملك للدولة أو للأشخاص؟ عفوا، مين الأخ وليش تسأل؟ معاك حق، أنا اسمي فرحان سرحان، والموضوع إنه الأرض هذه معروضة علي للبيع، ورايح يقام عليها مشروع كبير، رايح أنا أساهم فيه بمبلغ كبير من المال، وكنت بس أبغى أطمئن. كنت أبغى أتأكد بس. وتفضل، هذه رقم قطعة الأرض. هذه الأرض يا أخ فرحان هذه ملك للدولة ومخصصة لبناء استاد رياضي، ويا ريت كل الناس يسألوا قبل ما يشتروا أرض عشان هذا يحميهم من النصابين. شكرا شكرا. تفضل يا الحمد لله. يعني كلام الدكتور شديد كان صحيح.